90 دقيقة فقط تفصل اتحاد الجزائر عن نهائي دوري أبطال إفريقيا عندما يواجه نادي الهلال السوداني إيابا سهرة اليوم بملعب عمر حمادي ببلوغين، مواجهة يأمل فيها أبناء سوسطارة التأهل لنهائي أمجد المسابقات الإفريقية للمرة الأولى في تاريخهم، ولملا معانقة الكأس الغالية كما عانقها أبناء عين الفوارة الموسم الماضي. ممثل الجزائر المدعم بأفضلية الأرض والجمهور سيكون أمام حتمية تأكيد النتيجة الإيجابية التي حققها في أم درمان بعد تفوقه على الهلال ذهبا بهدفين لهدف وتأكيد مشواره الرائع في المنافسة الإفريقية. الاتحاد سيدخل المواجهة منقوسا من خدمات يوسف بليلي الموقوف بسبب تناوله مواد محظورة، إضافة إلى قدور بالجلال الذي أصيب في مباراة الذهاب بأم درمان، غيابات تبدو غير مؤثرة بالنظر للتشكيلة الغنية التي يمتلكها المدرب ميلود حمدي. من جهته نادي الهلال يدخل المواجهة دون غيابات تذكر بعد أن شارك جميع لاعبيه في الحصة التدريبية الأخيرة التي أجرها الفريق يوم أمس. لاعب الاتحاد مطالبون بلعب المباراة بكل جدية ونسيان نتيجة الذهاب لتجنب الوقوع في فخ التساهل أمام منافس يسعى بدوره لتدارك ما فاته في لقاء الذهاب والتمسك بنسب الأمل الضئيلة التي بحوزته من أجل العودة بتأشيرة التأهل من ملعب بلوغين. من جهتهم أنصار الاتحاد مطالبونهم كذلك بالحذر عند مناصرتهم لفريقهم وتجنب أي تجاوزات أو رمي للشماريخ داخل أرضية الميدان حتى لا يتعرضون لعقوبات قد تحرمهم من الحضور في المدرجات إن تأهل الاتحاد إلى النهائي، فحظ سعيد لممثل الجزائر في هذه الخرجة الإفريقية.